طبعا زميلنا العزيز طبعًا. كريم احمد مراسلنا الموجود حاليا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. كريم صباح الفل عليك، وعرفنا ايه الاجواء الموجود اللي انت موجود فيها حاليا. صباح الخير عليك زميلي العزيز كريم، صباح الخير زميلتي العزيزه نهواندو، وكل التحيه طبعا لنقدنا الرياضي الكبير كريم سعيد. اكيد طبعا متواجدين في مقر اقامه النادي الاهلي اللي بيستعد بكل جديه وبكل قوه لمباراه اليوم الاهلي وطلائع الجيش على استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 7:30 يا رب ان شاء الله باذن الله. كل التمنيات والتوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. عايز اتكلم طبعا سريعا، تم غلق الصفحه تماما بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين مباراه سيمبا، ودي يمكن من مميزات لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. الفصل ده بيبقى مهم جدا ان انت تجدد الرغبه والدوافع تكون متجدده بشكل كبير جدا. ده الدور الكبير اللي بيقوم بيه الجهاز الفني. كان عندنا اخطاء اكيد في المباراه الافريقيه، لكن خلاص بطوله الدوري العام ليها حسابات خاصه، ليها حسابات فنيه وتكتيك اكيد مع بيتسو موسيماني اللي حضر لهذه المباراه بتدريبين يوم الجمعه ويوم السبت. اختتم يوم السبت التدريب على ملعب مختار التتش واختار قائمه لهذه المباراه. يمكن حابين ننوع على حاجه لمسينها مع لعيبه النادي الاهلي، الجلسه اللي جمعت بين الجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره بصحبه طبعا لجنه التخطيط واللاعبين ليها مردود كبير جدا، وده اللي احنا بنسمعه من بعض الكواليس من لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه عارفه ان المرحله اللي جايه فيها تحديات كبيره جدا سواء على المستوى المحلي والمستوى الافريقي. الفتره اللي جايه محتاجه انكار ذات كبير، محتاجه مسانده من كل جمهور النادي الاهلي، هو ده الهدف. طول ما جمهور النادي الاهلي في كل مره بيكون متواجد مع اللاعبين بيساندهم بعيدا عن نتائج بعيدا عن اي امور بتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وده اللي احنا بننتظره. كمان اللعيبه عندها رغبه كبيره جدا النهارده ان شاء الله باذن الله ان هي تحقق نتيجه ايجابيه مع الاداء اللي بينتظره كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. كمان النهارده بيتسو موسيماني يكون موفق في القياده الفنيه من خارج الخطوط اختيار التشكيل. كمان الراجل اكيد مقسم المباراه، وده اللي اتكلم عليه محاضراته مطوله. المحاضره الاخيره كانت لبيتسو موسيماني امس، كانت ساعه و20 دقيقه للتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. الراجل بيحاول يتكلم نظري، بينزل يطبق عملي، بيوقف التقسيمه، في اخطاء عديده جدا اكيد النادي الاهلي وقع فيها، لكن مع تدرج الاخطاء ومع الروح اللي احنا شايفينها مع لعيبه النادي الاهلي والجلسه المثمره اللي بناكد عليها اكتر من مره مع الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله مردودها يكون في المستطيل الاخضر، وتكون انطلاقه بعد اكتر من 32 يوم او 33 يوم لعوده من جديد للنادي الاهلي في بطوله الدوري العام. متواجدين زميلي كريم، زميلتي نهاوند، زميلي كريم ايضا في مقر اقامه النادي الاهلي. فطارنا النهارده كان للنادي الاهلي كان صباحا، وجبه غداء تكون 1:30، محاضره فنيه اخيره لبيتسو موسيماني تكون 4 عصرا، على ان يتوجه النادي الاهلي بحافله النادي الاهلي مباشره الى استاد الاهلي والسلام في تمام 5:30. الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه للنادي الاهلي ومطمئن. غيابات كالعاده بالنسبه لفريق النادي الاهلي، لكن بنتمنى ان الغيابات ما تطولش، عندنا مرحله مهمه وتحديات كبيره. وليد سليمان بيغيب، علي معلول ايضا كمان ماشي في التاهيل للعضله الخلفيه، صلاح محسن كمان اللي كان بيشتكي من العضله الاماميه، الكل ماشي في التاهيل بشكل مطمئن وجيد جدا. لكن هو يمكن ناصر ماهر اللي خلاص شفي تماما من العمليه الاخيره اللي كانت فيها الكتف، شارك في جزء بسيط جدا من التدريب، لكن انت عارف طبعا الحفاظ عليه امر مهم جدا، لسه هيخش تدريجيا في التدريبات الجماعيه خلال الايام القادمه. لكن بيعود لنا رغم الغيابات بيعود لنا كمان عدد من اللاعبين. حسين الشحات كان غايب عن المباراه الاخيره، طاهر محمد طاهر اللي اعلن جاهزيته بدنيا وفنيا لهذه المباراه. ان شاء الله الامور كلها تكون ماشيه بشكل طيب. طاقمنا كمان طاقم التحكيم النهارده اللي هيخوض هذه المباراه محمود البنا، هاني عبد الفتاح، رضا جبر، عباس حسن، وائل مجدي، مصطفى عثمان، يا رب يكونوا موفقين النهارده كمان في الاداره التحكيميه لهذه المباراه. ودعواتك بقى زميلي كريم، زميلي كريم سعيد، زميلتي نهاوند ايضا كمان، النهارده يكون يوم سعيد على النادي الاهلي وجمهوره، ويقدر النادي الاهلي يحقق 3 نقاط هيساعدوه بشكل كبير جدا، هيصعد منه للمركز الثاني مؤقتا للاستعاده بقى من جديد كعادته النادي الاهلي لاستعاده صداره جدول بطوله الدوري العام. قبل ما ننهي معاك هذا اللقاء، الزميله نهاوند عندها سؤال ليك يا كريم، اتفضل. كريم بصبح عليك طبعا، وبتفائل بيك طبعا، كلنا بنتفائل بيك حقيقي لما بتكون معانا الاهلي بيكسب في المباراه. خليني بس اروح معاك لنقطه انت ذكرتها، واحنا كمان كان معانا خبر بشانها يعني في الفقره الاولى، فكره الاجتماعات المستمره وحرص كابتن محمود الخطيب ان هو يكون على تواصل دائم مع الفريق وانعكاساته اكيد، وكمان لجنه التخطيط وموسيماني، ف دي اعتقد ان دلت على شيء فليها مدلول ايجابي. خلينا لو تقدر تدينا كواليس من هذه اللقاءات لو لديك، يعني تفضل يا كريم. بالتاكيد طبعا زميلتي الهواندي، انت عارفه طبعا يعني وجود الكابتن محمود الخطيب رسائله بتبقى بسيطه جدا، لكن كان لابد يكون في اجتماع ولابد يكون في وجهات نظر. ويمكن بقول لك مردود الجلسه دي كان مهم جدا للعيبه، لان يمكن الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط طلبت اللعيبه ان اعضاء النادي الاهلي وجماهيره عندهم طموحات لا تتوقف عن حصد البطولات، وده امر مهم جدا. فاللعيبه لابد كمان ان تكون رغبتها متجدده، دوافعها متجدده، شخصيه النادي الاهلي لابد ان احنا نشوفها في كل مباراه، روح الفانيلا الحمراء دخولنا في المباراه بعيدا عن جو وبعيدا عن حضور جماهيري وبعيدا
عن الامور دي. احنا عندنا هدف ولاعيبه النادي الاهلي عندها هدف، وده اللي يمكن اتكلم فيه الكابتن محمود الخطيب مع كل لعيبه النادي الاهلي. اللي فات خلاص انتهى بالنسبه لتحقيق ثالث عالم، بطوله دوري ابطال افريقيا، دوري، كاس، اللي جاي هو الاهم، وده اللي احنا بنامله ان شاء الله من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ان احنا الفتره اللي فاتت خلاص تعدي. عندنا طموح كبير جدا ان احنا نحقق البطوله العشر، عندنا سوبر مصري وعندنا سوبر افريقي، فاكيد الجلسات دي بتكون مثمره جدا للعيبه النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله كمان نشوف مردودها النهارده في ال 90 دقيقه ان شاء الله امام طلائع الجيش، فريق مميز جدا، لكن ثقتنا كبيره في كل لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني ان احنا ان شاء الله النهارده نسعد جمهور النادي الاهلي من جديد، لعيبتنا ترجع من جديد تاخد الثقه من جديد، ويستمر النادي الاهلي في سلسله انتصارات في بطوله الدوري العام. تمام. جميل، احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز كريم احمد، شكرا جزيلا ليك.